صاروا جايين هون أكثر من مرة، صاروا عاملين جولات، صاروا عاملين زيارات، عندهم معلومات ومواد عن الأماكن، بلشوا شوي شوي يبنوا شبيبة ويطوروها ويصيروا يتجولوا. فكان في مجموعة تشتغل لحالها بالقدس، كان في مجموعة تشتغل لحالها بحيفا، كان في مجموعة تشتغل لحالها في منطقة طبرية. ومن 1904 فما فوق بلشت هاي المجموعات شوي 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 تتوحد وتشتغل مع بعض تحت ما يسمى بتنوعات هاتسوفيم، أي الحركة الكشفية العبرية، اللي هي كمان جزء من حركة بادن باول العبرية. ولاحقاً مع السنين هاي الحركة الكشفية تتطور 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 تتطور. طبعاً في فترة 36 كان عندها دور عسكري واضح، في النكبة كان عندها دور عسكري واضح. اليوم الحركة الكشفية العبرية يعني الصهيونية فيها فوق 115,000 عضو، وهذا يعني نقدر نتطلع عليه اليوم نشوف المجتمع الصهيوني كيف بتعامل. هذا زي ما تقول جانب واحد في مشهد التجوال. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب. حلقتنا اليوم مع الصديق العزيز خليل غره، راح يكون في احاديث كثيره، بس قبل ما ابلش يعني بحب ادعوكم للمشاركه والتفاعل مع هذه الحلقه وحلقات بودكاست تقارب. تفاعلكم ومشاركتكم للبرنامج وحلقاته بيساعد انه البرنامج يستمر. ومنبلش مع خليل. مرحبا يا خليل. اهلا اهلا يا احمد، صباح الخير. منور منور. صباح الخير يا خليل. من حيفا. هلا خليل خليل خليل، هسا احنا يعني مرحله انتقاليه هاي انا وياك، هسا مش عارف كنا نعمل السويتش هيك مباشره، بس احنا ايش نعمل السويتش، نكمل كيف كنا قبل التسجيل. بالضبط. تمام. خليل خليل غره، مرحبا واهلا وسهلا فيك. السؤال الاعتيادي، كيف الاستاذ خليل بحب يعرف حاله وكيف بحب يتم تعريفه؟ اعطيني. بالاساس يعني ما بتعرف، البلد صغير الناس كلها بتعرف بعض، فمش كثير في جو تعريف عن الذات يعني. انا خليل غره من جد، ساكن في حيفا. كمان مش مرحله الواحد بيتم يعني بعرف حاله ضمن شو بيشتغل شو بيعمل. فانا بالاساس بشتغل في جمعيه بلدنا، مركز مشاريع، ممكن نحكي عنها لقدام، وبشتغل كمان في صندوق روى، في منسق برنامج المعرفة والعلاقات المجتمعية في روى، وكمان باحث في مجال العنف مع جامعة كافنتري وجمعية بلدنا برضو. فحسب أي طقية بدك ألبس. لا لا كمل، ما خلصت أنت. يعني كتفي. أعطيني بالفقرة تبعت الرياضة تبعت كل 10 دقائق بتطلع بموهبة جديدة وهواية جديدة وبتنفذها بعد 5 دقائق وبخدش الموضوع تفكير. في شوية جبال، في شوية مسارات، في شوية غوص، بنحاول. وأعطيني ما تتعب، لأن نفسي بهالبلد بتتعب كثير. طيب وخليل كيف بحبش يتم تعريفه يا أخي؟ مش عارف، بس تقدر تقول يعني بحبش أنحسب على فئة ولا على بلد ولا على منطقة ولا على مجموعة. يعني أحس حالي بقدر أكون لابس عدة طواقي في عدة محلات مع مجموعات ودوائر مختلفة، ما بحبش أنحصر بالأساس. تحبش تنحصر ولا في بلد ولا في إشي؟ بس هسا قبل ما أدخل عندي فضول هون أعرف ليه في المثلث بس بشوفه انه بحبوش نحصره بمنطقه جغرافيه، غير هيك ما حدش عنده مشكله بالمنطقه الجغرافيه تبعته. المشكله من المثلث ولا الشمال؟ الشمال مفتوح وواسع واخضر، بطلع على البحر ومطلع على لبنان وعلى سوريا وعلى جبل الشيخ وعلى الجرمك. المثلث هيك واطي ما بين يعني اعلى شيء ممكن نشوفه هو الكرم وشم ريحه البحر، فغير انه مخنوق ومكتظ بمشاريع اللي بتحاصر الناس. كمان بحس انه كمان المثلث انسلب منه عدة قضايا عدة امور، فزي صفة بدون ارث، اشي عم بنمو شوي شوي مع الوقت، مع الزمن كيف الامور عم تتقدم مع الناس.
وزي كان عن انسلب من كل الارث اللي كان، يعني ما بنحكي على ارث تبع الاف السنين، نحكي ارث تبع 100 او 200 سنه اللي اختفى بمجرد اسرائيل صارت اكثر، هي اقرب للناس وكانه من الفلسطينيين في الجليل او الفلسطينيين في النقب. يعني يمكن في حاجه دائما انه الناس ما تعرف حالها، ما بدها تنحصر في اطار انها هي جايه من هاي البلد او من هاي المنطقه او للعيله. بس خليل، الاشي بالاساس جاي من يعني من اهالي المثلث، كيف بقولوا انه احنا بدناش يتم تعريفنا لانه هو مش عنده مشكله مع المثلث او بدوش ينحصر بهويه المثلث، ولا الناس اللي من برا المثلث الشمال بقول لك انه فلان من المثلث؟ هسه تعال نتفق انه البلد هاي اذا بدنا نفوت لسه نطخ على حالنا من اول لحظه. لا لا، طخ طخ. لا، عندي فضول دائما عن جد خليل، عندي فضول دائما. شعب واحد بس هذا كثير صعب يصير. يعني جيب اي اربع فلسطينيه بلدكم، اول موضوع بيطلع هو موضوع اللهجات وموضوع كيف بنحكي وموضوع كيف بنسمي الاشياء. ممكن تلاقي بلاد جدا قريبه على بعض، اللهجات فيها جدا مختلفه، المسميات فيها مختلفه. وهذا هيك بتحسه كمان انه اولا هو شيء جدا بيغني الثقافه الفلسطينيه، بمعنى انه هي فيها لهجات وفيها كلمات. يعني نبته واحده ممكن تلاقي لها 700 اسم، بينما اذا بتطلع مثلا مقابل مقارنه مثلا مع المشروع الصهيوني وارثه وكيف بتعامل مع المكان والارض وكذا، بتشوف انه الاسماء هي محصوره ومربوطه في ألف قصه توراتيه و في البحث عن معنى و. طيب انت 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 خايف تجاوب، بس انا دمرك لك يا خايف من مجد ورد انت والله. طب خليل، بدي ارجع لورا كثير. احنا لما بدايات لما كنا نتعرف على بعض، خلاص تعرفنا على بعض مسيسين، بس قبلها كمان كان يعني اظن بعد سنه سنتين ثلاثه بشي سهره بشي قاعده، انت حكيت اشي على فكره اصلا انه انت ما كنتش يعني ما طلعتش من بيئه مسيسه، وما صارش معك حدث واحد اللي عمل لك هذا التسييس، ويمكن البيئة حتى بذكر انه البيئة اللي انت كنت فيها او ربيان فيها هي بيئة مش مسيسة، هي عندها مشكلة يمكن كمان مع التسييس، بمعنى انه بجبلنا مشاكل او كذا، ومنخرطين اكتر بأسرلة بحكومة بشرطة بكذا، يعني كيف بذكر يعني دائما كان عندي فضول انا اعرف وين كيف تراكمت الاشياء. بدناش نطول كتير في القصة هاي، بس اذا يعني تعطيني هاي المجموعة صور هيك صغيرة ورا بعض. بالاساس يعني بلشت نشاطي الاجتماعي والسياسي، نقدر نقول هيك، بمرحلة كتير مبكرة. بلشت كناشط في البلد وفاعل في مجال مجلس الطلاب، كنت رئيس مجلس الطلاب بصف 9، بصف 10، بصف 11 و12. وكنت أشارك في لقاءات اللي هي بتجمع ممثلين الطلاب عن الثانويات العرب في كل الداخل، اللي هو إشي اللي بيتم بشكل أو بآخر عن طريق وزارة المعارف، بهدف تنمية وتطوير شباب وقيادات وإلى آخره وكذا. اللي صار إنه كان في مجموعة أشخاص وشباب اللي هم وطنيين اللي برفضوا مثلاً الرموز الإسرائيلية، برفضوا كذا، بحاولوا يدفعوا مجالس الطلاب انها تروح لمحلات اكثر وطنيه وتشتغل مع الشباب وتتواصل معها. فاللحظه اللي انا صدمت فيها ب 2009 انه وزاره المعارف بعثت مكتوب للمدرسه انه خليل ممنوع يشارك في اي مخيم تابع لمجالس الطلاب، وهي هذه كانت المرحله اللي انا بدي اترشح فيها لرئاسه مجلس الطلاب القطر اللي هو بضم كل الطلاب الثانويين. فهناك بلشت احس اوكي انه في شيء اللي هو انا لازم افهم ليش هيك الامور عم تتحرك وليش عم تصير، وهي بلشت وكانه اول خطوات اللي انا اكثر عم بتسيس ووعي السياسي عم بتشكل وعم بنضج. لاحقا كنت في حزب التجمع لفتره هي 9 إلى 10 سنين في قريتي في جد، كنت فاعل في العضو، يعني عضو متطوع في الحزب في الشبيبه، ولاحقا في الحركه الطلابيه في الجامعه العبريه في القدس. وفي البلد طبعا دائما كان يعني واحده من الاشياء الصعبه انك مش انك تشتغل ضد اسرائيل، كمان انك تشتغل مع شعبك على قضايا اجتماعيه وسياسيه،
مرات بتحس انك تشتغل ضد اسرائيل اسهل من انك تشتغل مع ناس مجتمع. فانا اصطدمت تماما بهذا الواقع اللي انا باللحظات اللي انا عم برفع راسي وبدي ابلور وعي واتشكل واشتغل. اصطدمت في عمل سياسي في جهات سواء كان اسلاميين او ناس اللي هم ضد العمل السياسي عموما، اللي كانوا يشوفوا بالعمل السياسي انه مضيع على الوقت وانه شيء بخوف وشيء بضغط والشباك بلاحقنا وبيعتقلنا وبنبطل نعرف نشتغل وبحط علينا نقطه سوداء. كل هاي الخوف اللي عالق في قلوب اهالينا من فتره السبعينات والثمانينات اللي بفرضوه على اولادهم لما يجوا اولادهم مثلا بدهم يطلعوا مظاهره، بدهم يعملوا نشاط، او بدهم يعملوا احياء ذكرى مثلا مجزره كفر قاسم او يوم الارض، ابسط الاشياء القصيره. هذا الواقع خلاني اكثر افهم خوف الناس من العمل السياسي، وخلاني كمان احس انه لا، بهاي اللحظات انا مش لازم اتراجع، انا لازم اكثر اشتغل واكثر اتواصل مع شباب واكثر اتنظم واكثر ابادر واكون في مجموعات ومساحات مختلفه. طب في حدث محدد انت بتذكره هو اللي خلاك تعرف حالك كفلسطيني وانه انت بدك تلعب بالسياسه وتشتغل بالسياسه اكثر؟ يعني انت أكيد. بلشت من صف تاسع وال تفضل. واحدة يعني بالاضافه انه يعني انا اول شيء امن من طول كرم، كيف حالك احمد؟ فهي مش فكره انه انا امن من طول كرم ابو 48، فانا بدي اعمل هذا الميكس تبع الفلسطين اللي بيكون هيك صارت. هيك صارت، بس القصد انه لانه امن من طول كرم وبفتره الانتفاضه الثانيه كان عمري 8 سنين، واحنا كنا نزور دار سيدي كل اسبوع. فهاي الفتره، فتره الانتفاضه اللي هي 4 5 سنين، انت بطلت تطلع بالشكل الطبيعي التقليدي الامن وكانك تطلع من بيتك تمرق على الحاجز تضلك فات عند دار سيدك، لا، صار الطريق تاخذ ساعه وساعتين وثلاثه وحواجز وجدار وعمليات وتفتيش ودبابات وتسمع عن عمليات في كل محل. نفس الوقت اللي صار في جد زي قسم من بقية البلاد في 48 بأحداث الانتفاضة الثانية واقتحام شارون للأقصى واستشهاد 13 شاب في 48 إلى جانب الألاف اللي استشهدوا في الانتفاضة الثانية. فكان في شاب اسمه رامي غرر اللي استشهد من جد، اللي هو بقرب لي بالصدفة. فاستشهاده كان جدا كمان حدث مفصلي بحياتي ومؤثر. كان عمر 8 إلى 9 سنين تقريبا، بس كنت جدا يعني هاي الفترة اللي أنا بلشت تتشكل الذاكرة تبعتي. وفي عندي ملان صور على الكبراسي من هذيك اللحظة. وما كان بنفع، ما يعني الجو العام كان تبع الناس اللي هي مثلا ما بدها تتسيس تسيست بهذيك. فكانت لحظة اللي هي أنا شوي عم بطور فيها وعي وعم بفهم الأمور، عم بفهم شو يعني شهادة، شو يعني إسرائيل، شو يعني شارون، شو يعني أقصى، ليش هيك عم بصير وكيف لازم نتحرك لقدام. أوكي هلا بطول كرم. هلا اصلا انت هيك ولا هيك، يعني انه بدك تكون مثلث ولا جت برضه طول كرم، مش انه انا من جد طول كرم، يعني انا من طول كرم جمله وتفصيلا هيك. طيب خلينا نشارك الاخوه المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات كيف بلشت فكره الحلقه. مرحبا مره ثالثه يا جماعه. الحلقه هاي بالاساس خليل، انا برايي يعني هو من اكثر الناس اللي شاركت ونظمت وتفاعلت ودرست التجولات في فلسطين عموما. انا عم بعمل مقدمه هي عشان نقفز قفزه يعني سريعه جدا وندخل على الموضوع عكس الحلقات السابقه. فالتجولات في فلسطين هي عباره عن مجموعات دخلت فيها مؤسسات ودخلت فيها تنظيمات ودخلت فيها اكثر من شغله، بس بالاخر في مشهد هيك عام بنضل السؤال انه هذا فعل سياسي او لا، هذا نشاط سياسي او لا، هذا نشاط معرفي او لا، هذا سياحي، هذا عاطفي، هذا شيء ضد الاحتلال بشكل مباشر، هذا كان يفترض يكون بشكل تاني. بدا بمرحله انه ممنوع التصوير يا جماعه وممنوع حدا يصور في التجولات، وصلنا لليوم لانه كلياته بتوثق وبنعمل افلام وثائقيه. فكان مرت فكرة التجولات يمكن بآخر 10 سنين أو أقل حتى بكثير مراحل، وطلعت منها كثير قصص وطلع منها كثير ناشطين. أنا بفكر أنه خليل من الناس اللي جدا مهمة بهذا المكان، لأنه ك
كان إذا صححني إذا أنا غلطان خليل، كان في رام الله، كان في القدس، وكان في مناطق متعددة من 48. ولأنه موجود تحديدا بمناطق 48، بالنسبة لي بفتح السؤال تبع التجوالات، النمط التجوال الفلسطيني سواء مسيس أو غير مسيس، وبالمقابل نمط التجوال الإسرائيليين اللي إحنا ما بنعرفه، أو إذا بنعرف عنه بنعرفه بإطار أنه كمان اليهود دوروا مشوا بالأراضي وبجبال لحد ما اكتشفوا بنوا الدولة تبعتهم وكذا. لا إحنا بدنا نجرب ندخل بتفاصيله أكثر. فخليل بدي أبلش أنا معك، أنا هاي بعرفهاش يعني، فمبسوط إني راح أسمعها. كل فكرة التجوال أنت كيف بلشت معك، ونمو بدنا ندخل على محطات يعني، وزي ما اتفقنا يعني عادي بالإشي النقدي أو بين قوسين المشرمحي. يلا تفضل. التجوال بلش معي من محل إنه أولا كنت بال 2010 انتقلت على القدس أدرس في الجامعة العبرية، وطبعا القدس هي محل واحد من أكثر الأماكن صخب بحسه بفلسطين وحتى في العالم عموما. أنت ما بنفع تكون بالقدس وما تحس بكل الأجواء حواليك، وما تحس بكل التفاصيل اليومية تاعت الاحتلال، حياة ومعاناة الناس اليومية. فالنقل من 48 للقدس كان لها كثير وقع هيك على قلبي وعلى عقلي وعلى تفكيري وعلى خيالي، بالذات كمان انك بتتعرف على ناس اللي هي فاعله وناشطه وبتتحرك بالبلد، ومش مجرد يعني ناس بس بتكتب اراءها على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. والشيء اللي لفتني بالاساس هو قبل التجوال هو المكان في القدس، انه لاول مره بقدر افهم شو عم الصراع على مكان، على حجر، على نص متر، على كل سنتي. وشوي شوي بلشت افهم هوس الصهاينه في المكان، بمعنى تمام هم بدهم ياخذوا الاقصى بشكل او باخر، هذا الهدف الرئيسي تبعهم، ولكن على الطريق هو هذا اللي بتحسه اللي بأثر فيك في اليوم يوم يوم، بمعنى من تسمية الشوارع لتعاملهم مع الحجر، مع المكان، مع إحياء قتلاهم مثلا في الشوارع في كل مكان، من خلال التسمية، من خلال النصب التذكارية، من خلال كيف هم مهتمين جدا في المكان، مش بس بدراسته كمان بتغييره أو بتغريبه عن الفلسطيني نفسه. فهون خلاني أصير أفكر أكثر إنه طيب أوكي بدي أدرس إيش هم بيعملوا أولاً، على أساس أقدر أفهم كيف أنا بيتم التأثير علي وأنا عايش بهاي البقعة اللي بحبها واللي بتفاعل فيها. ففهمت أولاً إنه يعني أولاً أي إشي بدك تشوفه بعينيك بدك تمشي له، بدك تروح له، بدك تتحرك، بدك تتنقل، بدك. فطبعاً قبل ما الواحد يطلع على الطبيعة يروح ببلش يمشي في البلد القديم ببلش يكتشف. ويعني أنا عشت 8 سنين في القدس وضليت أقول لحد بعد ما طلعت، يعني كل مرة لحتى اليوم بنزل على البلد القديم بحس أنه زي اللي نازل عليها لأول مرة بحياتي، بمعنى دايماً بتسحرك وبتحرك إشي جواتك وبتخليك تشوفها زي وكأنه نازل عليها أول مرة، بمعنى هيك في علاقة بتحسها مع البلد القديم بتفاصيلها، بالعمارة، بالحجر، بوجوه الناس، أنك زي كل مرة سائح من جديد مسحور في هاي المدينة وعم تكتشف زواريبها وحاراتها وتفاصيلها، عنادة الناس فيها، صمودهم بنفس الوقت تعبهم ومعاناتهم. بتذكر الجولة الأولى اللي طلعتها، يعني هاي كمان هاي كان هيك أول مشهد. المشهد الثاني اللي هو ما خصوش بالسياسة، خصو بعيد ميلادي، طلعت أنا وصحاب إلي على عين كارم، كنا 2-3 وصفينا السيارة هيك، ما بتعرف لما تصف السيارة ما تهتمش ولا انت صفيتها وتطلع هيك في الغابة كأنك يعني موكلي. طيب اوكي كيف برجع، كيف بروح، وين السيارة، هذا اي سنة؟ هذا اي سنة؟ 2013 انا مش غلطان، 12 هيك شيء. اوكي كيف برجع، كيف بصف، وين السيارة. صرنا زي الثلاثة بدوروا على الطريق ودوروا على اي شيء اللي هم مش عارفين شو هو اصلا، ما بعرفوش على شو يدوروا. اللي بقترح ننزل في الواد، طبعا تنزل في الواد انت بتبعد عن السيارة. اللي بقترح نروح على التاني اللي هو برضو بيبعد عن السيارة، فيش ولا اي اقتراح منطقي. بالاخر بعد ساعة ونص ساعتين بلشنا سمعنا صوت سيارة ماشي، فاكتشفنا اوكي انه في شارع قريب معنا.
لانه احنا بمنطقه غابات ما في حركه سير، فما بتسمع صوت سيارات. فلما سمعنا صوت سياره طلعنا زي المجانين هيك لفوق، لقينا الشارع، انبسطنا، فرحنا انه اوكي اولا ما ضعناش ما متناش كل شيء تمام. بس هذا كان الحكي بعد ساعتين ونص ثلاثه، واحنا بس عم واو نحاول ندور في غابه صغيره في عين كارم في فلسطين، اللي هي يعني كلها جدا بلد صغير، فما بالك في المساحات الشاسعه في العالم. فهي روحت صراحه متضايق، بمعنى انه كيف يعني انا اللي بدعي ان انا بحب فلسطين بعرفهاش، او بمعنى ما عنديش ادوات كيف اتحرك واتنقل فيها بابسط ما يمكن من قدره، يعني ان انا كيف اعرف وين الشارع، كيف اعرف وين صفيت، كيف وين الـ وين الـ وين الواد، وين المسار، وين لازم اطلع وين مش لازم اطلع. فروحت بحالي انه انا لا، لازم اعرف كيف اتحرك، لازم اعرف اتجول. وفي 2013 طلعت اول جوله كانت في القدس، بعدين رحت على بتير، وطبعا كمان مره بتنسحر بجمال بتير في الربيع، في المدرجات، في الزراعه، في حب الناس وعلاقتهم في الارض وفي المكان. فشوي شوي بلشت اركب هاي الطبقات في عيني بالاساس، على اساس اقدر اشوف كل هاي التفاصيل اللي انا شايفها بطبقات مختلفه. ولاحقا بطل الموضوع هو بالنسبة لي الاستشعار والحواس الأولى مع موضوع التجوال، صار أكثر بالنسبة لي هو مشروع. يعني بلشت أفكر فيه كمشروع، كإشي اللي أنا بدي أعمله عشاني أولاً وعشان غيري وعشان الناس وعشان شباب وعشان فلسطين وعشان نقدر نتحرك فيه بمستويات أخرى. لأنه لما عرفت حجمه وشو بنقدر نعمل من خلاله، على أساس هو يكون عمود فقري وحواليه يكون في مشاريع وبرامج تانية اللي بتجمع شباب وصبايا في فلسطين اللي بيشتغلوا على قضايا تجوال وعلى قضايا ومشاريع تانية. اوكي، انا هلا واضح لي انت انه اليوم يعني ماشي بمسار، يعني انا اذا برجع بتطلع عليه ابتداء من انه انت ما كنتش داخل بالرياضه، بس دخلت الرياضه يمكن لاجل انه انت تحسن الهايكنج تبعك، يعني التجوال تبعك، وبلشت فجاه انت رياضي صرت وهيك. بس وصولا لعندي اليوم انه انت ماسك برنامج في مؤسسه عم بتنظم فيه، بدك شيء يكون جهود مبعثره، عارف شو بتشتغل وعارف شو بركز. لهيك انا فعليا معجب جدا بالتجربه تبعتك. بس بدي ابلش من البدايه خليل، اكثر من ما بعد المرحلة اللي انت يمكن اكتشفت فيها انكم تهتوا بالغابة وقتها، او خليني احكي الاشي اللي بصير اليوم بالتجولات في فلسطين هو اشي اللي بيشبه اهلي لما كانوا ياخدونا ونطلع نسرح احنا بجبل من هالجبال، نطلع نشوي ونقضيها ونلقط لوز وكذا وحميض وخبز ونروح الدار، اشي بيشبه هيك قبل عملية التنظيم، صح؟ يعني القصد انه عم بجرب امسك انه اصلا الاشي مش انه هو تم اختراعه او تم اكتشافه واحد، والاشي الثاني هو مش استنساخ لنسخه الاسرائيليين، لانه بالعاده هيك بتم تقديمه. هو فعليا الناس اصلا، يعني انا كيف بوعى سواء بالانتفاضه او ما قبلها، بالانتفاضه يمكن قلت بس المساحات اللي بنمشي فيها، بنهايه الاسبوع بتسحب حالك وبتطلع على جبل وبتقضي نهار كامل فيه. أنا بدي أبلش من عند المجموعات، ليش صار في تنظيم للمجموعات بالأساس، وليش كل واحد حمل رؤية سياسية ما وحاول يسيس الفعل هذا، يعني سواء نجح أو ما نجح، بس من هناك تعال نبلش. شوف، هو بدي أرجع للسؤال الأول وأكمل على سؤالك. يلا تفضل. يعني كمان هو في المرحلة اللي هي قبل ما أنا أطلع وأضيع في الطبيعة لحالي أو أنا وأصحابي، في كان الفقرة تبعت أنك أنت عم تطلع مع أهلك مرة بالشهر، مع أهلك وأصحابهم، مع زملائك، بتطلع على الطبيعة بتشوي. بتطلع على الطبيعة بتعملوا مسار مي قصير، كيلو 2 كيلو، مي خفيفة حلوة وبتروح. يعني لما كبرت وبلشت فهمت أنه ضعت وين أنا ومش عارف شو إشي، بلشت أفهم أنه أوكي، أولاً الناس يعني لنفرض في 48 علاقتها مع المكان هي علاقة استهلاكية، علاقة سياحية، ممكن ناس تروح تخيم في مكان تشوي فيه، بس هي ما بتعرف شو اسمه، وين هو موجود، شو صار فيه، شو صار حواليه، شو أسماء النباتات، مين كان عايش هون، أي حيوانات موجودة، إلخ 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 إلخ. بنفس الوقت حتى بتروح على المكان باسمه العبري، يعني حتى اسمه العربي ما بيكون هدف الواحد يعرف. طبعا هاد مش يعني هاد كمان شوي ما بتيجي تلوم الناس فيه بشكل مباشر، لانه هاي
نتيجه اللي وصلوا لها الناس كتحصيل حاصل لملان سياسات من قبل ال 48 لليوم، توصل الناس وصلت صح لهي صح المرحله من صح علاقتها مع المكان. فاه بلا شك الناس يعني كمان بلش التطور عندي، حس نقد تجاه التعامل مع المكان بهي الصوره، انه احنا ما بنفع نضل نتعامل مع بلادنا اللي احنا بندعي انه احنا بنحبها بهاي السطحيه، او بهاي العلاقه اللي هي ما فيها شيء جدي او ما فيها شيء غير ساحه مفتوحه للشواء ولا تقضيه الوقت ولا العوده للبيت من دون ولا اي شيء. فهذا دفعني كمان اتحرك، انه المينيموم تبعك انك انت لما تروح على اي جبل على اي منطقه انك انت عارف وين رايح، عارف شو اسمه، عارف شو لانه احنا يعني مش بوضع طبيعي اللي احنا نتناسى تاريخنا او علاقتنا مع المكان، بالعكس احنا بحاجه نطور ونزيد هاي العلاقه مع المكان. هسه بنفس الوقت انك تبني علاقه مع المكان في ظروف اليوم هي شيء جدا مليان تحديات، لانه اولا ما في مصادر كافيه اللي تدلك على هاي الامكنه، ما في معلومات كافيه اللي تعطيك اسماء هاي الامكنه، بدك تجتهد وتبحث. مش بس انت ممكن تلاقي التفاصيل، لك ممكن تلاقي انك انت قاعد حاليا في عين كارم او في الكابري في الجليل او بعرف شو في اي قرية، بس المعلومات بتوقف عند هون. على عكس انه مثلا الصهيوني مهتم انه مش بس يعطيك اسم القرية اللي ممكن حتى يكتبها بالعربي ما يستحيش بالموضوع، بس ايش المهم مثلا للصهيوني؟ انه هو يحفظك او يروي لك ويسرد لك قصة البطولة في هذا المكان على اساس تضلها عالقة براسك، على اساس تقدر انت يكون عندك علاقة مع هذا المكان وتطور ذاكرة حية ممتدة وين ما تروح، انك انت يخطر على بالك لما تمرق من حد مثلا باب الواد انت بتفطن معارك البلماح على طريق النكبة وكيف هم انتصروا علينا واو. فهذا الاشي معلوم عنا غير متوفر، بمعنى ما في حدا اشتغل عليه. اسرائيل طبعا بلا شك مش معنية تطور لنا ذاكرة حية مربوطة في المقاومة مثلا او في تاريخنا اللي بغض النظر كيف كان، سواء كان في هزائم او انتصارات، ولا النخب السياسية ولا في مؤسسات حملت هذا المشروع كمشروع اللي هي تيجي تشتغل على كل موضوع علاقتنا مع المكان والذاكرة الحية. نفس الوقت احنا ما عندنا سلطة اليوم نيجي مثلا نحط نصب تذكاري بيحكي مثلا عن مجزرة كفر قاسم في قلب كفر قاسم، احنا ما عندنا سلطة نيجي نحط اي اشارة او نسمي شارع بتسمية معينة. يعني خذ على سبيل المثال جت تسمت فيها الشوارع بمبادرة محلية من اهل البلد بال 2007 8 هيك شيء اذا انا مش غلطان. في 2017 فاتت سيارة يهود بالغلط على البلد، بالغلط اول ما فاتوا البلد اصطدموا بشارع اسمه ياسر عرفات. اتضايقوا الجماعة، كيف يعني كيف يلاقوا شارع اسمه ياسر عرفات؟ بعثوا مكتوب للحكومة لناس مين بالضبط، صارت ضجة على الموضوع، أجوا غيروا الشارع من دون ما يسألوا أهل البلد من دون شيء. فالفكرة أنه أنت ما عندك سلطة، مجرد أنه اليهود انزعج من قضية معينة وهذا كفيل يغير كل مثلا البلد وتسمياتها فالفكرة بالتجوال أنه ليش التجوال لازم يحمل لازم يكون في مينيموم جدية معينة تجاه المكان أو مينيموم علاقة معينة تجاه المكان، لأنه هذا أبسط مستوى إحنا بنقدر نفرض فيه خطاب أو تفرض فيه إشي سياسي على الجغرافي، بمعنى إشي تسقط السياسة على الجغرافي تقدر تخلق للناس ذاكرة حية مع المكان من خلال التجوال ومن خلال الخيال اللي أنت بتستحضره في المسارات، لأنه زي ما قلت ما في عندنا سلطة اللي نقدر نيجي نحط نصب تذكاري أو 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 وفي حالات كثيرة تم تجريب ملان أشياء وتمت إزالتها، حتى أشياء زي كيو آر كود اللي تحطها مثلا في على جبل على حجر، الناس لما تيجي مثلا تصورها وتقرأ إشي عن المكان حتى هي مثلا بتم حذفها أو إزالتها. طب أنت إحنا قاعدين بنحكي، أنا بالنسبة لي يعني عم نجرب نحكي على التجولات في عموم فلسطين، ولأنه أنت منفتح على كمان على القدس وعلى الضفة، بس يعني بهاي المرحلة بهذا المستوى أنه بهمني كتير أسمع كمان عن 48 لأنه هي إكستريم المواجهة بنظري، يعني على مستوى الرواية وعلى مستوى اكتشاف المكان. أنت عندك يمكن حرية حركة أكتر مني، أنت أجرأ مني، أنا بسترجيش أقرب يعني على الوادي اللي فوقه مستوطني،
بس انت يمكن اجرأ مني لانك اعتدت اكتر. بس نجرب، خلينا نفرد الاشي اكتر على كل هذا، على كل فلسطين. طيب بتفكر انت، انا كيف بعرف، بتذكر انه كان في تجوال سفر اللي هو في رام الله، كانت اول تجربة 2012 على ما اظن او ما بعد ذلك. كان في مبادرات قبلها او كان في اشكال ما قبلها؟ يعني لابد، يعني ساعتها نقول هيك انه انا لا مش راح، ما اخترعت التجوال ومش اخر واحد فيه. التجوال بتخيل بلش من كثير وقت بفلسطين، يعني بدك تشوف شكله الاولي او ملامحه الاوليه بلش يمكن حتى بال 46 وبال 45 مع فرق النجادة والفتوة و لاحقا اتنظم في أطر كشفية اللي هي أكثر دينية، إما مسيحية أو إسلامية، واللي هي كمان هسه ممكن نحكي عنها لاحقا وننقدها. كل المشهد الكشفي هذا جاي كمان من تجربة الاستعمار الأوروبي اللي كان موجود بأفريقيا وطور فرق كشفية اللي هي أكثر كشفية عسكرية مربوطة في الإرث الاستعماري البريطاني تحديدا في علاقته في أفريقيا، اللي هو ما يسمى بكشافة بادن باول اللي تأسست عليها طبعاً. كل الكشفيات الثانية سواء الإسلامية أو المسيحية أو العبرية أو أي كشافات أخرى. أنا 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 شخصيا مثلا انكشفت بالبداية لتجربة تجوال سفر ولتجارب شخصية، يعني مثلا كان يكون في مرشدين لحالهم اللي بيطلعوا بتجولوا وبيعملوا جولات وبدعوا ناس، بس أنا أول مجموعة اللي شفت إن هي يعني وكأنه منظمة كانت في تجوال سفر، اللي بالأساس كمان كان عندهم توجه من البداية إنه يكون في ناس بتشارك من كل فلسطين في الجولات، صحيح. سواء من الداخل من الضفة والقدس، أو يتم تنفيذ جولات في 48 مثلا مش بس في الضفة. وكانت تمتاز كمان فيها اللي هو الجانب التطوع، اللي هو كمان قضية مهملة ومنسية كمان، اللي هي شدتني إنه أنا شخصيا في كل موضوع التجوال إنه لازم يكون مربوط في إشي تطوع أو جزء من برنامج تطوع، أو إنه هو بتحرك في شكل تطوع. هاي التجربة هي أول التجربة اللي بعدها مستمرة لحد اليوم، ما توقفت إلها، يعني بنحكي على سنوات طويلة. وقدرة تتراكم أولاً تجارب ومعرفة عند الناس، ولكن بحسها هي أكثر كمان مساحة ترفيهية أو مساحة اللي هي بتدمج ما بين الترفيه وما بين المعرفة وما بين التجوال وما بين الانكشاف على التاريخ، ولكن هي ما بتحمل مثلاً بعد تنظيمي أو بعد اللي هو في بناء مثلاً فريق متجولين أو فريق كشفي أو بناء فريق بحث اللي بيبحث عن أماكن وبيجي بحضر جولة وبعدها للناس. وهو نموذج طبعاً يعني ما في عيب، وبالأساس كمان هو هيك لطيف جداً لأنه هو كمان بيقدر المحليين، بمعنى رايحين جولة على برقة فهو بتواصل مع ناس من هاي القرية، بدعيهم هم يشاركوا يجي يحكوا عن حالهم، تواصل معهم. وكمان في بتذكر كمان كانوا يختاروا مواضيع أو ثيمات معينة ويجوا يطرحوها للنقاش، سواء العونة بالزيتون بشهر 3 بالربيع، على الحصاد على المواسم، وفيها تركيز كتير على التاريخ الاجتماعي. فاللي بفكر إنه تجربة تجوال سفر هي مهمة، ولكن كنت أحس إنه شوي كان ينقصها جانب اللي هو أكثر في إنتاج. طبعا حبايبنا كل الشباب في تجوال سفر هذا الحكي من محبة يعني. لا هو أنا بنض إحنا بنقدر نأخذ راحتنا وإحنا نحكي عنهم، لأنه يعني إحنا واقفين على أرضية، أنا بنظري يعني أنا كأحمد واقف على أرضية إنه هم أهم تجوال فلسطين، يعني لشغلتين، لأنهم قدروا يستمروا ولأنهم جمعوا كل الأشياء اللي الناس تحفظ عليهم فيها يعني. فإحنا فعليا أنا بالنسبة لي إنه إذا بدي أناقش التجولات بدي أناقشهم هم حبايبنا يعني، بس مش محتاج نأكد حسن نوايا معهم. أنا بفكر إنه هم تجربة كثير مهمة،
واللي كنا نحكي فيه احمد يعني حتى قبل المقابله عن موضوع كيف انه اليوم في حاجه انه في جهود مختلفه اليوم تشتغل في موضوع التجوال او حوالين كل فكره التجوال. في جانب منها اكثر بيشتغل توثيقي، في جانب اكثر منها بيشتغل في بناء مشاريع حوالين التجوال، في جوانب اللي فيها اكثر بتضلها بس فقط في اطار الترفيه. وبنفس الوقت ما ننساش انه اسرائيل بتستغل التجوال ومشاريع للأسرة اللي بتفوت من خلال التجوال على اساس تاثر على الناس وتاخذها على محلات ثانيه. يعني مثلا اليوم في بالقدس مشروع اللي هو ممول من بلديه القدس اللي هو بيستهدف بالاساس نساء وربات منزل، وباخذهم جولات على 48 على مناطق مختلفه، ولكن بدون وعي سياسي، من دون شرح سياسي، من دون شرح تاريخ، اكثر ترفيه. فإسرائيل جدا يعني هي بارعة في كل الأدوات هاي الضبط الناعم والمشاريع اللي هي بتم استهداف فيها ناس بشكل لجذبهم لمشاريع ترفيهية، ولكن بيكون فيها برامج ومستويات تانية اللي هي أكثر بتشجع الناس أنها هي تكسر حواجز تجاه إسرائيل، تكسر حواجز تجاه رموز الدولة دولة إسرائيل، وتنخرط أكثر في مشاريع اللي فيها مثلا إسرائيلية أو ما يكون في عندها حساسية تجاه هذا الكيان. لتجارب تانية غير تجوال سفر، زي ما حكيت في كان تجارب اللي هي أكثر فردية، شخص اللي هو بحب التجوال متميز فيه كان يعني يرتب مجموعات ويعمل ويطلع، ولكن ما في إشي يعني إذا نطلع على كل هذا المشهد بنشوف أولاً أنه في نقص، بمعنى أنه ما في جسم واحد يجمع كل الناس اللي بتتجول، بمعنى ما في تنظيم اللي يجمعه، ما في تنظيم اللي بيوحد مثلا المواد اللي بتم تناقلها او اللي بتم ارشادها، الروايه صح، أو الروايات اللي بتم صح. اذا بدك مثلا تروح حتى على ابسط شيء اللي هو لما تطلع اول شيء بدك تشوف اللي هو النباتات، اللي دائما كل ما نطلع جوله ونحكي عن النباتات الكل بيسال طب وين في مصادر، وين في مصادر. هاي واحده من اكبر المشاكل، انه اولا في جهود يعني حتى ما هو كمان شغل عشان التجوال يكون منظم أو يكون في له زي شكل ما اللي لازم يساعده أو يرفضه هو البحث بتاع كنكور، وكمان أدوات تنظيمية وأشكال تنظيمية مختلفة اللي أولاً فيها قصور وفيها تراجع، بمعنى فلسطين كلها بحس عندها عجز في إنتاج أنماط تنظيمية جديدة، يعني كله بضل بيشتغل في نفس قالب الحزب أو المؤسسة أو الأنت تنظيم أو الأنت تنظيم بالضبط. فهي أول المشكلة بحد ذاتها. المشكلة الثانية إنه زي ما حكيت سواء بتحكي عن نباتات أو على كرة، أنت ممكن عن قرية واحدة تلاقي 10 كتب، بمعنى إنه أهلها بعد ما تهجروا كتبوا عنها، بحثوا، عملوا مقابلات رواية شفوية، جمعوا هاي المواد سواء حطوها بكتاب أو حطوها بي دي إف أو حطوها على موقع فلسطين في الذاكرة. ممكن تلاقي كرة تانية حدها بالضبط اللي ولا حدا سأل عنها، ومن كثر ما إنه ما حدا كتب عنها وما حدا جمع مواد عنها تنتسى. يعني صار قبل فترة معي نكتة، مش أقول بين الجهة، بس جهة فلسطينية معروفة وكبيرة ومفروض هي تكون المرجع في هاي القضايا، فكنا عم نعمل جولة معهم، طلبوا منا نعمل لهم جولة في يافا، فعم بكتبوا النص الرئيسي يعني الدعوة للجولة، فكاتبين انه في ذكرى النكبة وكذا واللي تم احتلال فيها 481 قرية، ندعوكم تتتت. فأنا بقول يا الله شو 481 قرية، وإحنا بنحكي على 531 534 وحتى بنقول أكثر من دايما 534، لأنه في كرة أصلا ممكن تكون انتست في الإحصاء، ما انذكرت، ما انبحثت، ما من. بحكي لك على أكبر جهة مفروض تكون هي مصدر، يعني بدناش نحكي اسمها، بدناش نحكي اسمها، احنا شاركنا معها بس بدناش نحكي اسمها. فبقوله منه يعني انه مش مزبوط هذا الرقم، وكانت عندي ملاحظة واحدة انه هذا الرقم مش مزبوط، غير دقيق الرقم هو 531 و534، وبنقول انه أكثر دائما على أساس انه ما في كرة اللي بتم نسيانها وكذا. فبرجعوا لي برد انه لا، هذا الرقم غير دقيق وغير مزبوط، والرقم الصحيح هو 481 والمصدر تبعنا هو إيلان بابي. فانا هي صرت ألطم في المكتب انه انتم مفروض الجسم اللي مفروض يصحح الناس في هاي المعلومات،
وهيك يعني كمان كان كثير مزعج انك تشوف جسم فلسطين اللي بعطيك الى مبابي كمصدر، بينما صح مثلا صح ما برجع لعارف العارف، ما برجع ل وليد الخالدي، ما برجع لمصطفى مراد الدباغ، ما برجع لملام ملام ملام مصادر اللي ارخت وبحثت النكبه، او لسلمان ابو ستي مثلا. صح 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 فهذا كان كثير مزعج يعني. حتى أن نرجع كمان لموضوع النباتات، انه القصد كل هذا موضوع التجوال وحواليه ما في جهد اللي جمع، مثلا ما في اطلس للنكبه اليوم اللي بحكي لك شو صار بالنكبه. اذا بنجمع هسه يعني، انا كنت لما عشان استفز الناس في الجولات اطلب منهم مثلا كلهم من وين انت، حدا يقول لي مثلا من عكا او مثلا من علبون، بقول لهم طب كيف سقطت علبون مثلا، او شو صار؟ ما حداش يقدر يحكي دقيقه واحده عن بلده شو صار في النكبه فيها، او كيف الاشياء صارت اصلا في النكبه عموما بدون علاقه صح لتفاصيل صح القريه صح نفسها. صح ففي جهد بحثي اللي هو ما اكتمل وناقص، اللي دائما هذا بحط تحدي امام كل موضوع التجوال. فمن هذا المحل تجربه زي تجوال سفر او زي تجارب اخرى مهم انها تتوحد وتشتغل مع بعض، مع اجسام اخرى، مع اشخاص اخرين، ويتم يعني بناء او تنظيم حركه تجوال فلسطينيه شامله وواسعه، اللي فيها مفاهيم موحده، اللي فيها توجهات، اللي فيها اهداف واضحة. لأن الموضوع ممنوع يضل في إطار الترفيه برأيي يعني. إنه بس الناس عندها وقت دائما تطلع وترفه عن حالها وتطلع على الطبيعة، هذا دائما متاح، والناس بتعمله أصلا بشكل طبيعي، مش بحاجة لحدا يجي ينظم إشي اللي هو فقط ترفيه. القيمة المضافة للتجوال إنه هو بتجاوز الترفيه. طبعا هذا ما بيكون إنه إحنا إذا بنطلع تجوال وبنحكي عن التاريخ بنضحكش وبنربسطش وبنرفهش عن حالنا، عادي يعني، احنا مش طالعين في كتيبة عسكرية. هذا نمط تجوال تاني، هذا اللي هو لا احنا ما نطلع جادين يا جماعه، وبدناش نحكي، وبدنا كذا، وبدنا نلتزم بهيك. انا على الجزئيه هاي بس، يمكن انا بفكر انه يعني تحديدا تجوال سفر جزء اساسي من اسباب استمراريتهم بانه ما كانوا تحت اي جسم تاني، ما عملوا شراكات مع ناس تانية. جزء اساسي من 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 استمرارهم بظن انه كمان عندهم المرونه الكافيه بانهم بلشوا بانه هذا المسار لازم يكون كتير جاد، ولازم يكون في بعد بحثي وبعد روايه كتير. بعدين لما انتبهوا انه الناس فعليا مش ماسك كتير، مش قابض الموضوع أكتر، جربوا فتحوا أكتر المسار التجوال. مثلا بظن في البدايات كان ممنوع التصوير، اليوم التصوير موجود وجزء أساسي من تعميم الأماكن وتعميم الأسماء وتعميم الرواية وهيك. بفكر بمكان خليل انه في مشكله بقضيه انه ما في مشروع يجمع هاي التجولات كلها، بس إشي بيشبه كل الحاله الفلسطينيه، اللي هو كمان من حسن حظنا اليوم انه احنا عندنا نمرده على المشروع او المشاريع القائمه اللي اليوم موجوده، يعني لانه كانت رح توكلك، فعشان هيك الناس عم تستمر. بس كمان خليني بدي اروح لنموذج تاني، اللي هو انا بنظري التجوال سفر مش ترفيه، يعني هو باكج يعني حرفيا. بس خليني احكي انه الجماعه واصلين للسقف الامكانيات اللي بيقدروا عليها، يعني على مستوى التنظيم وعلى مستوى الروايه والبحث وكل شيء. الان في نمط تاني كان بنفس الفتره طلع، اللي كان اصلب، اللي بده يطلع ينشر الروايه ويمسك انه ويخلي الناس تتمسك بارضها وحجارها وترابها وكذا، ومبدوش الترفيه، وهذا كمان ما استمر. صح. والإشي الثاني اللي مستمر اليوم بظن كمان هي التجولات اللي فيها البعد اللي انت حكيته، والإضافة لقضية انه الناس اللي بتهتم بجانب التصوير والتوثيق والسفر والسياحة والأغاني والكذا، واللي هو كمان نمط موجود. التجولات هاي كلها انت يعني اذا بدنا نروح باتجاه مثلا نتجاوز الإشي النقدي تبعها بعموم فلسطين، اول شيء انت يعني اذا بدك تضرب رقم كم مجموعة عم تحكي اليوم تتحرك في فلسطين فاعلة يعني تقريبا؟ مجموعة منظمة ما بين ثلاث أشخاص حواليهم مئات اللي بيجوا كل فترة، وما بين مثلا شخصين اللي بيطلعوا بشكل فردي وبدعوا ناس يعني، أو مثلا أشخاص اللي عندهم مشاريع توثيق نفس الوقت بيطلعوا بتجولوا. إذا بدناش نحكي عن المؤسسات، بدنا نحكي بس جهد فردي أو مجموعات وحركات مستقلة، في عدد لا بأس به يعني. ومؤخرا عم ننتبه إنه يعني آخر 3 4 سنين
في التفات أكثر للتجوال، في التفات أكثر للمكان، في التفات أكثر للتاريخ الاجتماعي، في التفات أكثر للتوثيق المعماري أو التوثيق بشكل عام، وفي التفات أكثر للرياضات المرتبطة في الطبيعة، بمعنى السكليتات، الهايكينج، تسلق الجبال إلى آخره. وهي لحظة مهمة للناس اللي هي تعمل في أطر التجوال، بمعنى أنه هي فرصة ذهبية أنه الفاعلين يستغلوا هاي الفرصة في اللحظة اللي الناس عندها هذا الشغف نحو الرياضات اللي فيها مغامرة وتحدي وتجوال أو في الطبيعة، وتدخل وتنظم وتسيس هذا الحيز، لأنه زي ما قلت هذا الحيز أولاً لا يخلو من الترفيه، أنه أنت منفعش تكون ماشي بالطبيعة وعم تفرج على كل هذا الجمال وما تكونش مبسوط وعم بتغني وعم تنشد وعم تتحسس وتتأثر. فالترفيه هو مش بس يعني مش بس إيش اللي هو هيك يعني مجرد جمعة أصحاب بتصير وخلص، ممكن يعني ما مش مفروض يحمل هذا البعد اللي هو هيك نتثاقل عليه. بنفس الوقت بنفس الوقت اللي بصير إنه في دور لازم يتاخد عند هاي الناس اللي هم منظمين في مجال التجوال، اللي كيف أكثر نسيس هذا الحيز، ما يضل فقط يعني في ملا ناس بتطلع بتعمل هايكينج، في ملا ناس بتطلع تعمل بسكليتات، بس مثلا القوة إنك تيجي تجمع مجموعة ناس اللي بتحب تطلع بسكليتات وتأخذها جولة على البسكليتات على مناطق وتسيس عملية ركوب الدراجة أو تسيس عملية الهايكينج أو تسيس زي مثلا كيف فكرة رايت تو موفمنت مثلا، اللي هم مجموعات بتطلع بتركض تحت شعار الحق في حرية الحركة والتنقل في فلسطين، وبتحاول تعمل إيفنت سياسية أو اجتماعية في مناطق مختلفة في فعل جدا بسيط. طب خليني أسألك هيك عشان ما نضل نحكي بالعموميات ونفصل أكتر، بتجربتك أنت شو اللي قاعد بتعمله؟ من عنا كتير وجهات نظر نقدية، بس أنت على الأرض وعم بتنظم مجموعات طول الوقت، وجامع الترفيه الناس تطلع مبسوطة معك، بتصور مبسوطة وعندها رواية وبتطلع تحكي فيها وبتطلع متعلقة أكتر بأماكن وبتتصل بأصحابها منهم أنا بقولوا كنا هون أو سوينا هيك أو هيك، أنت شو بتعمل عشان تغطي كل شيء لازم يتغطى في التجولات اللي بتنظمها؟ أولاً يعني التوجه الرئيسي اللي تعمل معه مع المكان هو أنه المكان مش طبقة واحدة، يعني هو مش عين المي تاعت البلد وخلصت، وهو مش المعركة وين صارت وخلصت، وهو مش بس شو اسم البلد وخلصت. بمعنى أنت لما بتحكي عن 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 فلسطين أنت بتحكي على طبقات متعددة مختلفة ومتشعبة، بمعنى لما ندرس المكان ندرس التاريخ، ندرس التاريخ الحديث والقديم، ندرس كل موضوع الجغرافيا، الطبوغرافيا، الأركيولوجيا، علم النباتات، الصخور، التربة، ندرس التاريخ الاجتماعي، ندرس التاريخ العسكري، بنعرف نقرأ خرائط، بنعرف نرسم خرائط، بنعرف نرسم، بنجرب نرجع لكل موضوع التاريخ الاجتماعي في تفاصيله، بمعنى تاريخ العمار، تاريخ دخول الحديد، تاريخ شو علاقة سكة القطار في البناء مثلا، وشو هاد أجا جاب معه من قضايا اجتماعية على البلد، النباتات وتسميتها والأشجار، تسمية القرى، تسمية الأماكن، كل هذا هاد هو اللي اسمه وكأنه المكان. فلما بنطلع على المكان إحنا يعني مثلا نتعلم أو بنعلم المرشدين الجدد أو الشباب والصبايا اللي بيكونوا في الجولات إنه مش بس يعني الفكرة بالتجوال اللي بنعملها إنه مش بس بنسرد تفاصيل ومواضيع وقصص، الفكرة إنك أنت تعطي الأشخاص اللي بيشاركوا في هالجولات هاي الأدوات اللي هم لحالهم يقدروا يشوفوا هاي الطبقات كلها، يقدروا يشوفوها، يقدروا يستخدموا الحواس. هذا الشيء كمان كثير مهم، بمعنى إنه أو بتاعت نقول ليش التجوال مهم؟ التجوال مهم لأنه هو مش بس يعني إحنا اولا بنحرك عضلاتنا وبنحرك عقلنا وبنحرك قلبنا وبنحرك خيالنا،
فهو واحد من الافعال، يعني الافعال اللي انت ما مش بس بتكتب او مش بس بتحضر ومش بس مثلا بتناقش، انت هون بتشغل كل جوارحك في الطبيعه او انت تتجول، لانك انت ممكن تكون في منطقه اللي انت تقعد تتخيل القريه كيف كانت فعليا، وهذا مش بس هيك شيء رومانسي بس عشان نتخيل كيف كانت الحياه ونقول يا ويلي علينا وشو صار فينا، لا، هذا محل تبع انك انت تقدر تطور خيالك، تقدر تفهم شو صار، كيف الناس كانت عايشه، من محل تبع دراسه، من محل تبع معرفه. خليني اختيار المكان بكون لأجل المستويات اللي انت عم تحكي عنها. مرات بنحط، يعني مرات لا، مرات بناخذ اماكن اللي ما في حواليها تفاصيل، يعني مثلا المهم هو مش انك تروح على يعني المحل، انت العفو، بس انت بتروح تكتشف مكان مع الناس وبتبحث فيه معهم، ولا انت بتكون اصلا مجهز روايتك وسرديتك كاملة ورايح عليه يعني لتعرف الناس عليه اكثر؟ بس اولا يعني انا بآمن بفكره انه المرشد هو مش إشي مقدس وعادي، وبنفع يكون اولا بنفع يغلط وطبيعي يغلط وشرعي جدا يغلط، لانه هو مفروض يكون حدا متواضع وزيه زي هالناس وبتعلم زيه زيهم وبتعلم معهم كمان ومنهم. هاي اول شغله. ففي كثير مناطق، يعني مثلا انا طلعت على كليمنجارو بال 2021 بشهر 5، فكنت بحاجه لتمرين اتمرن اعمل مسارات طويله، فانا قلت ما انا طالع وطالع بصير اعلن عن الجولات، بيجي مع ناس. وهي مسارات اللي كانت اكثر فيها يعني مشي مش شرح، ولكن كان يكون فيها مثلا 3-4 محطات اللي انا اعطي فيهن شرح تاريخي او سياسي او عن النكبه او عن النباتات او او او, أو. فانا كنت احكي من البدايه انه هاي مسارات اللي انا قسم منها ما بعرفها اول مره بطلعها، ولكن انا دارسها منيح 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 في البيت، قارئ الخرائط، عارف بالضبط شو كل منطقه ومنطقه راح يكون فيها. ومن ناحيه شرح وتحضير كمان كنت احكون صريح انه انا ما حضرت هذا التحضير الكافي الشامل، ولكن راح اقدر اروي 4-5 تفاصيل وقصص اللي هي تكون في مجالات مختلفه وطبقات مختلفه. وفي طبعا مستوى تاني اللي انت اصلا بتروح بتعمل بحث وبتزور القريه مره ومرتين وثلاثه وبتعمل مقابلات روايه شفويه، بتلتقي بناس، بتقرا كتب، بتقرا ابحاث، بترجع لارشيف. هذا هو بنحكي على تحضير جوله اللي بتاخذ تقريبا من شهر لثلاث اشهر عبين ما تحضر جوله اللي هي تكون فيها دسمه وزخمه وفيها ملان 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 معلومات. ودائما الماده اللي بتم تحضيرها بتكون اشمل واغنى من الجوله نفسها. بالجولة نفسها الناس كثير بتسأل، بالذات لما في ملان معلومات، وكثير بتنشد تعرف تفاصيل مختلفة. فمرات الجولة بتطول وما بيكون في وقت كافي انك تعطي كل هاي المعلومات في مرة واحدة. طب عندي كمان استفسار. انت بالعادة كل يعني خليني احكي، كل الناس المعنية بجدية اي شيء، اي مسار او اي نشاط او اي مجموعة، دايما بتكون زي بتنفي عن حالها فكرة انه او بتأكد انه في مشكلة بانه هذا شيء رومانسي او هذا شيء عاطفي او هذا شيء. انا مش فاهم ليه يعني، شوفي يعني انا كيف بدي ارتبط، يا الله، يعني فلسطين مش احلى بلاد، فلسطين مش احلى بلاد، وفلسطين مش احسن بلاد، وفلسطين كذا، بس فلسطين بلدنا واحنا ارتبطنا فيها بتاريخ، الان جزء اساسي من لما باسس انا علاقه رومانسيه معها بجيني صوت من وراي هون بشوش انه لا، اللي انت بتقوله كتير رومانسي، طب شو بدك فيه يعني؟ حتى وانت قاعده بتحكي انه بمكان انه هون في اشي مش اشي رومانسي، ليش شو مش اصلا اشي الرومانسي اللي بيخلي الناس ترتبط؟ يعني بنظري التجولات تحديدا ويمكن الأكبر تجولات سفر، الإشي الرومانسي بفكرة إنه إحنا قاعدين نكتشف البلد، مش رايحين نتعلم الرواية ورايحين نشوف جمال فلسطين اللي فيش زيه بالعالم. يعني هو اللي بخلي الناس، شو مشكلتكم يا أخي مع الرومانسية؟ يعني شوفي ليه يعني ليه بالسياسة بنفعش تكونوا رومانسيين بس بكل مكان تاني رومانسيين؟ لا، الرومانسية مطلوبة أولا، وما بنفع، يعني زي ما حكيت ما بنفع تطلع تتجول ما تكون رومانسي، بمعنى ما تنعجك زي الأطفال لما تشوف شيء، بتكون حدا اللي هو أنت بدك تسكر حواسك، ما بدك تسمع، ما بدك تشوف، ما بدك تحس. والتجوال عكس كل هذا، التجوال هو أنك تنفتح. إذا أنت حدا أصلاً بيستحي أو حدا اللي هو بيخجل وبتفكر أنه ما عندك مشاعر،
تعال مع جولتين ثلاثة بصدق بروحك مع مشاعر. لا بالعكس، يعني بالضبط زي ما انت حكيت، ما بينفع اصلا تطور ذاكره حيه، اللي هو هذا واحد من الاهداف اللي بفكر لازم اوصلها في كل موضوع التجوال في فلسطين عموما، او مش شرط عن طريق التجوال فقط، انك انت تطور ذاكره حيه مع المكان، ان تضل هاي الذاكره شغاله وين ما بتروح، وين ما بتتنقل بتعرف انه ورقت من حد الشارع الفلاني في المنطقه الفلانيه، بعرف صار في كذا هون، بعرف هاي القريه صارت كذا هون. وهذا عن جد بحاجه ل هيك قلب واسع يحمل كل هاي الطبقات المختلفة. وما في يعني ما في تجوال بلا رومانسيات. ما في علاقة مع فلسطين من غير رومانسية، أصلاً لا علاقتنا لا مع فلسطين علاقة رومانسية، يعني واحد حرفياً. عن جد هي أنا بفكر هيك، يعني بعرفش، في مرة خليل كنا بأنطاليا، فأنا بطلع هيك على الأحراش أو على الجبال، فبطلع إنه أنا الديفولت تبعي إنه لازم أربطها بفلسطين، لأنه فلسطين أحلى بلاد، أنا عم بشوف إشي حلو فلازم أربطها بإشي حلو. فبقول إنه يعني إنه زي أحراش طول كرم أو أحراش يعبد، أنا أطلع إنه ولا زي أحراش طول كرم ولا زي احراش يعبد، تمام. وفي اشي تاني هون، يعني انه بلادنا مش احلى بلاد، بلشت شوي شوي اكسر لاعزز اصلا انه في علاقة عاطفية جدا مربوطة بهذا المكان، ويمكن كثرة الناس اللي كانت تحكي انه لا هذا شيء رومانسي اللي انت بتكون، يا اخي شو بدكم فيي يا اخي، على اساس سيبونا الرومانسيه يا شيء اخي. عيب يعني. بالعكس يعني بلدنا هي بتخيل يعني اذا بدنا نطلع عليها بهاي اللي هيك بهاي الوضوح، بلد هي بتفيض بالرومانسيه من كثره المقاومه والتضحيه يعني. فبالذات كمان لما نحكي عن تاريخ بلادنا، عن تاريخ الكره، عن المناطق اللي انسلبت، عن التضحيات اللي صارت فيها، ما بينفع ما تكون الا رومانسي. وبمعنى الرومانسيه كمان هي مش إشي اللي هو هيك معزول او مجرد من التاريخ ومن السياسه، بمعنى احنا بنحكي لانه هاي اشياء كمان ارتبطت في التضحيه وفي الفقدان وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي المنفى وفي البلد وفي علاقه الناس في ارضها وفي مكانتها وفي الخيال. بمعنى مثلا كنا نكون في جولات في باب الواد اللي وين وكانه صارت معظم معارك النكبه في الطريق للقدس. لما تطلب من الناس انه غمضوا عينيكم وتخيلوا كيف كانت الاحداث قدامكم يعني، وبعد مثلا 10 دقائق حدا يقول لك انه انا حاسس انه احنا وصلنا على المكان لسه، وقبل شوي هم طلعوا من هون، بمعنى الاحداث انتهت قبل، يعني انك تحس انك انت جدا قريب من الاحداث نفسها. هسه كمان شغله الرومانسيه مهمه تنعطف التجوال، لانه للاسف الشديد لا مدارسنا بتعلمنا نكون رومانسيين تجاه البلد او نشعر فيها ونفهمها ونحسها ونستدرك الاشياء ونطور ذاكرتنا وخيالنا، ولا اهالينا راح ياخذوا. ابوك راح ياخذك على الحرش تشوي، مش راح ياخذك يقول لك يكزدر معك ويشرح لك تاريخ النكبه او يشرح لك عن الـ عن الـ عن الـ الازهار في الربيع، عن الطيور، ويتغزل في جمال البلد، ويتغزل في علاقه الناس وقربها وقوتها مع البلد. لا هي انا كمان بطلع عليها انه تحديدا عموم الناس اليوم في بلد مليء بالسياسه بتهرب من السياسه، ببلد مليء بالجديه والناس بتهرب، وهي من هون بتيجي الناس انه ما بدها تحكي بالسياسه، ما بدها تتفاعل. فهو فعليا بتكون في مدخل عندي انا لاتصال الناس مع ارضها وناسها وذاكرتها وخيالها من خلال نظرات عاطفية، والعاطفة هي أنا بنظري هي أقوى إشي، بس إشي بيشبه زي كأنه إحنا بكل حياتنا مش معودين، يعني هذا درس تاني بنحفر فيه أنا وياك لاحقا، إنه كل فكرة العاطفة إحنا زي كأنه منحارب إنه يكون لإلها متسع أو مساحة بحياتنا، وقد ما أنا بكون جاد وهيك وصلب وهذا، قد ما أنا بكون يعني 100%، وزي كأنه بنتقص. إذا أنت بدك تعطيني رواية ورواية مثلا بطل ما، وبتعطيني تفاصيل ما اللي تخليني أنا أتواصل معه عاطفيا، زي كأنه إشي بنتقصني الرواية، هذا مش إشي هيك بنتقص يعني أبدا، يعني للأسف. بدي أنط نطة سريعة جدا قفزة، كل التجوالات هاي بتتسلح بفكرة، أو خليني أحكي كل حدا شارك رومانسي ولا مش رومانسي، بتسلح بفكرة أنه الصهاينة هيك اكتشفوا فلسطين وإحنا دورنا نكتشف فلسطين، تمام.
مش بالضبط انه منقدرش نعرف قديش الاشي بالضبط او مش بالضبط احنا عم نعمل زيهم او احنا بنستنسخ او بنعمل نموذج خاص فينا، بس انا بحب جدا يعني بالكامل خليني يعني احكي لي اكتر على رواية الصهاينة او تجربة الصهاينة في التجوال وكيف تأثروا، وصولا على المصادفات اللي حكيت لي اياها وانت عم تعمل تجوالات. يعني خلينا نمر على تجربة الصهاينة بالكامل الان. يعني هو بلا شك واحدة من الأشياء كمان اللي بتحفزك إنك تروح تدشر، بعد نقول العمل السياسي الكلاسيكي، تروح على الطبيعة زي ما كنت تقول لي شوفك حامل غراض طاشش. هو إنك أولا يعني بتغار، يعني ما بعرف إذا هذا ممكن يكون نموذج سيء إنك تغار من حب اليهود للبلاد ولا إشي منيح، ولا مش عارف كيف أشوف. بس الغيرة هي حقيقية، لأنه دائما كنا نقول انه احنا بنحب فلسطين، ولكن تكتشف انك انت ما بتعرف ايش عن فلسطين. فهذا الحب هيك بصفي مشاعر غير مربوطه بالواقع، غير مربوطه في المكان، ما بتقدر تعبر عنها بتفاصيل بكلمات، ما بتقدر تكون رومانسي لما تشرح عن النباتات او لما تحكي عنها اذا انت بتعرفهاش. فلما اكتشفت وبلشت افهم قديش المجتمع الصهيوني اولا دارس للبلاد، بعرف تفاصيلها، بعرف تاريخها، غير انه طبعا انتج تاريخ غير صحيح، مشوه، مجتزأ من عنده روايته، عنده بالضبط، روايته، عنده روايته عنده وسرديته. روايته. بس اللي كان انترستنج ومثير الي اعرفه او افهمه انه تمام اوكي، بالاخر الاركيولوجيا والطبوغرافيا والنباتات هذا علم، وكلها علوم اللي بينفع تدرسها في الجامعات وينفع تدرسها في كتب. اللي كان مثير إلي أفهم كيف هذا المشروع قدر يخلق ناس عندها عاطفة وعندها مشاعر وبتقدر تكتب شعر عبري عن فلسطين أقوى من الشعر الفلسطيني عن فلسطين. هون كانت هاي زي صفعة، بمعنى أنه تقدر تشوف كيف هم مثلاً بتغنوا بفلسطين، يعني بتشوف درجة تعبير جداً 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 عالية، بتشوف علاقة مع المكان مخيفة اللي انت مش ما حضرتهاش ولا شهدتها مع شعراء او مثقفين او اناشيد او قصائد فلسطينية مثلا. فبتفهم انه هون في اشي اللي ما مشى تعتا نقول بالشكل الطبيعي اللي كان لازم يشوف فيه كناس عندها علاقة مع أرضها. وهي طبعا ها بدناش نفوت فيه، واضح النكبة، أخذان الأراضي، تحويلنا من فلاحين لناس بتشتغل في المصانع، خفت علاقتنا، يعني تحاصروا الفلاحين، صاروا انتقلوا من القرية للمدينة إلخ 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 إلخ، وفقدوا علاقتهم مع الأرض. ولحد ما وصلنا لليوم اللي هو في جيل اللي علاقته في الأرض هي جدا مشوهة ومقطوعة، ما في عنده ذاكرة حية مع المكان وما في عنده علاقة مع المكان. الصهاين اللي بلش يصير هو يعني أنا درست، بلشت أدرس كيف هم بلشوا وطوروا علاقة مع المكان، فرجعت أدرس وأقرأ لمنظر صهيوني اللي هو كان في تيار الصهيوني السياسي. بتعرف الصهيوني في عدة تيارات، صهيوني دينية، صهيوني اشتراكية إلى آخره، أو صهيوني عسكرية. ففي الصهيوني السياسي كان في شخص إلى جانب هرتسل اسمه ماكس نورداو، اللي اهتم في، تعرف، في داخل الأيديولوجية الصهيونية في كل نظرية ثنائية الوطن والمنفى. المنفى اللي هم يعني كأنه هم برا فلسطين والوطن هو فلسطين، فكانوا عم بيحكوا كل إشي عم بربطوه في هاي الثنائية. فهو بلش ينظر بفكرة إنه بنحكي بفداية 1800، هذا الخراف اللي هو بلش يشوف ويراقب كيف شكل اليهود في أوروبا، إنهم هم مثلاً صحياً ضعف، الصحة النفسية تبعتهم محطمة، من ناحية منظر وشكل اليهودي بيمشي ومطمل حاله، ضعيف البنية، قصير، ما في عنده عضلات، ما في عنده جسم، ما بتمتع بلياقة بدنية، إلخ 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 إلخ. طبعاً هذا الوصف جاي في كل فترة اليهود في أوروبا لما كان بيتم قمعهم والتحريض عليهم إلى آخره. وهو بلش يفكر إنه وبلش يكتب تحت مسمى يهدوت هشريرين، أو ما يسمى بالعربي العضل اليهودي، اللي هو مأخوذ من فكرة العضل النازي، سوري، العضل المسيحي.
اللي هي كمان تيار داخل داخل كل الإرث الأوروبي الاستعماري اللي كان موجود في ألمانيا وفي بريطانيا بفترات القرن الثامن والتاسع عشر، اللي هي أكثر كانت تعطي كمان حتى داخل المجتمع الأوروبي نفسه تعطي تعطي للعرق الآري أولوية أو مرتبة ومنزلة أعلى. فهم أخذوا عملوا استنساخ عن هاي التجربة، لأنه كمان الحركة الصهيونية نشأت في كل هذا الإرث الاستعماري اللي كان موجود في أوروبا. فبلش ينظر على كل موضوع فكرة العضل اليهودي، اللي هو صار يقول إنه أنا عشان بدنا نفكر في كيف لازم يكون شكل اليهود الجديد، كيف لازم يكون شكل اليهود القادم، بشو بده يتمتع، بأي صحة نفسية، بأي لياقة، بأي جسم، بدنا إياه يكون جسمه قوي، ضعيف، عنده عضلات، ويركز على كل مفهوم القوة والرجولة والذكورة، وكل هذا كلياته تحت بهدف الوصول لثلاث أشياء: احتلال الأرض، واحتلال العمل، وبناء يعني بناء الإنسان اليهودي الجديد لاحتلال الأرض واحتلال العمل. أول تجوال خليل، أول تجوال في فلسطين إمتى صار بتفكر بتأرخ له؟ إحنا بنقدر نقول إنه من 1800 ل 1851 كان في عشرات أو مئات الرحالة والمستبشرين اللي كانوا يجوا على القدس وكانوا يزوروا القدس وكانوا يكتبوا عنها ويتجولوا فيها ويدرسوها ويدرسوا الناس ويدرسوا طبائعهم يوثقوا يصوروا. كمان ما ننساش انه البريطان والالمان هم اول ناس طلعوا عملوا تخطيط وخرائط وتصوير جوي. مثلا كان في صندوق اللي هو اسمه PEF Palestine Exploration Fund، اللي هو اجى اول صندوق مسح البلاد، عمل تصوير جوي، رسم خرائط، لانه اي مستعمر بالعالم عشان يقدر يحتل اي منطقه بده خرائط وبده يفتح شوارع وبده يعد الناس. فكانوا هاي الاشياء اول اشياء يجوا يعملوها تحضيرا لمشاريع استعماريه لاحقه، سواء حركه صهيونيه او غيره. لاحقا كل هذا تحضر وبلش دفع باتجاه اليهود في اوروبا انهم يروحوا اكثر على مراكز رياضيه ويطوروا اجسامهم ويبلشوا يتجولوا ويعملوا زيارات على فلسطين. في بداية الألف يعني في نهاية الألف وثمانميات، كل ما قربنا أكثر على 1900 بلشت تتشكل حركات تجوال صهيونية مستقلة، اللي بلشت وكأنه في القدس، كان في مجموعة في القدس، كان في مجموعة بحيفا. شو بتقصد مستقلة؟ بمعنى يعني تقدر تقول مش تابع على حزب أو مش تابع على يعني أشخاص اللي هم ما يسمى جغرافيين صهايني، اللي كان عندهم صاروا جايين هون أكثر من مرة، صاروا عاملين جولات، صاروا عاملين زيارات، عندهم معلومات ومواد عن الأماكن، بلشوا شوي شوي يبنوا شبيبة ويطوروها ويصيروا يتجولوا. فكان في مجموعة تشتغل لحالها بالقدس، كان في مجموعة تشتغل لحالها بحيفا، كان في مجموعة تشتغل لحالها في منطقة طبرية. ومن 1904 فما فوق بلشت هاي المجموعات شوي 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 تتوحد وتشتغل مع بعض تحت ما يسمى بتنوعات هاتسوفيم، أي الحركة الكشفية العبرية، اللي هي كمان جزء من حركة بادن باول العبرية. ولاحقا مع السنين هاي الحركة الكشفية تتطور 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 تتطور. طبعا في فترة 36 كان عندها دور عسكري واضح، في النكبة كان عندها دور عسكري واضح، اليوم الحركة الكشفية العبرية يعني الصهيونية فيها فوق 115 ألف عضو. وهذا يعني نقدر نتطلع عليه اليوم، نشوف المجتمع الصهيوني كيف بتعامل. هذا زي ما تقول جانب واحد في مشهد التجوال. في ملان مؤسسات اللي بتعلم الناس يصيروا مرشدين، في ملان مؤسسات اللي بتشجع التجوال. وننساش أنه في المدارس، في برنامج التعليم العبري في المدارس الإسرائيلية، انت من صف روضة ومن صف بستان ومن مرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية، انت ما في عندك سنة اللي ما بتطلع فيها بالسنة مرتين وثلاثة تتجول واربع مرات. ننساش مثلا انه فيش طالب يهودي ما راحش على القسطل في ذكرى النكبة، مثلا في ذكرى الاستقلال. فيش طالب ما راحش على البحر الميت، الخ الخ الخ. واحد من الاشياء اللي كمان
تفضل كملها. اللي هيك يعني كانت تصدمني في قديش هم بيعرفوا وإحنا بنعرفش، أو تخلق عندي هاي الحاجة إني أدرس وأكتشف وأبحث. مرة كنت في الكرمل في حيفا بتجول مع أصدقاء، وفي طالعة يعني بأول الربيع طالعة قرن الغزال أو عصر راعي، بعرف هي لها ملان أسماء حسب من وين المتابعين راح يحضروا. بالقدس بسموها سيدي شخ بإيدي، أو صابونة الراعي، لأنه كانت تتنزل لأنه بتنزل، هسه مش راح ينبسط، لأنه بتنزل بودرة فإلها ريحة فالناس كانت تتغسل فيها، اللي هو اللقاح. اوكي يعني هي نبتة برية وموجودة بكثرة بفلسطين، تطلع بكل محل إلى آخره. فقسمت عرق بورجيه للأصدقاء يعني اللي معي وهيك، فكتبتها على إيدي وبشرح لها. فبطلع من بعيد ولا في يعني طفلة إسرائيلية مع أمها، البنت يمكن أظنش بتقطع 6 سنين، طفلة يعني صغيرة، 6 لـ7 سنين. فولا بتقول لأمها إنه بشوفي يا أمي إنه هو قطف ركيفة، بس اسمها بالعبري ركيفة. بس أنا هيك صفنت. بعدين بتقول لها شوفي هو قطف وردة محمية، ممنوع يقطفها. فأنا اطلعت على الشباب اللي معي، كل واحد عمره يعني 27 28 29 سنة، بقول لهم بتعرفوا شو اسمها هي؟ ولا حدا جاوب. بقول لهم بتعرفوا إنها نبتة محمية أو نبتة مهددة بالانقراض؟ ولا حدا جاوب. بقول لهم طب شو بتعرفوا عنها؟ ويعني اللي قال لي هاي بتطلع عنا، امي بتقبعهن، هاي بعرفش ايش بهاي. فكان كمان إلهم صادم انه طفله بهذا العمر بهذا الجيل قادره تميز النبته، قادره تميز شو نوعها، قادره تميز اذا هي محميه ولا لا. واحنا الواحد منا صار يعني عمره 30 سنه وما عندوش كل هاي المعرفه البسيطه، لنبته بتطلع في كل محل. فهون بتحس بالفرق في المعرفه امام هاي البلد، يعني ما بيننا وما بينها. طب خليل، انا بدي انط بدي مش انط بدي اكمل معك من النقطه اللي انت من البدايه اصلا مشغلتك وبتاسس او بتطلع معك بكل مكان، اللي هو قضيه ضروره تنظيم عمل المجموعات هاي وضروره انه تشتغل ضمن مشروع ما. واضح لي انت من وين، من يعني هلا من وين انت اكثر عم تحكي عن الموضوع. وما بعد ما تم تنظيم على مستوى الحركة الصهيونية والصهاينة، ما بعد ما تم تنظيم التجولات والحركات الكشفية، كان في دور، خليني احكي على مستوى السياسي، على مستوى الرواية، على مستوى العسكرة، على مستوى على مستوى يعني اكثر من مستوى، بما فيه يمكن حتى اللي هو التخطيط لمستقبل اسرائيل، كيف شكل هالمناطق اللي بدنا نبني فيها، المناطق اللي بنفع نبني فيها ولا بنفع. تعطيني يمكن عشان بس نجرب نلخص او نختم السؤال هذا، قديش اثر واهميه الحركات الكشفيه ما بعد ما تم تنظيمها في اسرائيل، وين اضافتها النوعيه، اذا بامثله تحديدا، امثله وصور باكثر من مجال باختصار بكون ممنون لك. اوكي، هو عموما يعني بفلسطين عندنا مشكله تنظيم، هاي بكل شيء. يعني اولا زي ما حكيت قبل شوي انه في اشكاليه في انتاج ادوات واشكال ونماذج تنظيميه جديده، احنا بس بنجتر وكانه يعني طبعا مش بشكل مطلق، في والله مبادرات ممكن تكون جديده عم تحمل نماذج تنظيميه حديثه او مبتكره، ولكن بالمجمل الادوات هي محصوره لانه ما في حدا عم بنتج ادوات جديده او وسائل جديده. بس في الحركه الصهيونيه يعني بنقدر نشوف، او في المجتمع الاسرائيلي، انه خذ على سبيل المثال موضوع المستوطنين الثلاثة اللي انخطفوا في الخليل وقتلوا في 2014، مزبوط؟ قعدوا يدوروا عليهم في الضفة أشهر طويلة وما حدا كان عارف وينهم. تبرعت مجموعة جوال إسرائيلية، اللي هم قسم منهم خريجين الجيش، قسم منهم متجولين، انهم هم بدهم يحملوا تطبيق اللي اسمه عمود عنان، عمود السحاب مسمى على اسم حرب غزه، اللي هو تطبيق طبوغرافي انت بتشوف فيه الطبيعه والارض وبتمسح فيه الاماكن وبتقدر تضيف فيه نقاط على الخارطه ومن تليفونك. فهم قالوا احنا بدنا نبدا نبحث وكل منطقه بنمسحها نحط نقطه. طبعا بتحكي على الجيش اللي كان يدور كل هالفتره، والجيش ما بيختلف بطريقته عن الطريقة اللي راح يشتغلوا فيها، إنما هم فقط راح يستعينوا في أبليكيشن اللي يحطوا فيه نقطة في كل مكان بيمسحوه، وبشكل أكثر تنقول دقيق. هاي الناس بلشت تدور أول يوم، ثاني يوم، باليوم الثالث لقيوهم.
بينما الجيش كان صار له أشهر عم بدور مش قادر يلقاه. وقالوا أنه تم يعني مكتوب في التقارير الإسرائيلية أنه لولا هذا الفريق ولولا معرفته في الطبيعة ومعرفته في الأماكن ومعرفته في التجوال وخبرته السنين الطويلة كان ما عرفوا يوصلوا لها لو كانوا للمستوطنين اللي كانوا مختطفين. نفس الوقت إحنا بنكتشف دايماً أنه فرق التجوال الإسرائيلية هي جبهة داخلية حاضرة وجاهزة لأي حدث بصير في الحروب، في الأحداث الكبيرة. بنكتشف كمان شغلة اللي هي عمود أساسي في كل موضوع التجوال، هي قيمة التطوع. يعني إحنا دائماً بنقول عن حالنا إنه إحنا شعب فلسطيني وبنتطوع وبنحب نتطوع و و و و وإحنا أقوى ناس بالتطوع، وهذا طبعاً يعني أنا شخصياً بفكر إنه لا، إحنا كثير مقصرين في كل موضوع التطوع، ومفهوم التطوع أصلاً تشوه عنا سواء من إسرائيل أو من التمويل الغربي إلى آخره. فبتكتشف قديش هذا الشعب إنه مستعد يتطوع في أصعب وأشد الظروف، وأنه التجوال عزز هاي القيمة بلا شك عند كل الصهاينة. كل فكرة أنك تعطي للدولة أو تعطي لمجتمعك أو تعطي لشعبك لما بتقدر ولما ما بتقدر كمان. فدايما دايما دايما أنت بتسمع وبتشوف عشرات ومئات البرامج اللي فيها جو الفزع اللي إحنا وكأنه بنتفاخر دايما فيه، وجو العونة وصفة وكأنه هاي من ناحيتنا زي أشياء اللي هي صفة التاريخ اليوم نكتب عنها أبحاث وبنحكي عنها، ولكن هي إشي جداً قائم وفاعل لليوم داخل المجتمع الصهيوني. اللي التجوال هو إشي جداً بعززه وبعطيله قيمة، وما بس بدشره هيك كليشي أو موضوع نتغزل فيه ونتغنى في جماله وفي علاقتنا مع بعض كناس وكمجتمع، لأنه اليوم هم مش مزبوط يعني مش موجود. لنفرض مثلا في الداخل يعني مجتمع أكثر عم بتفكك، مجتمع أكثر عم بروح بشكل فرداني أكثر. طيب معلش بدي أرجع أعيد، أنت حكيت لي شيء على مستوى عسكري، على مستوى قيمة التطوع، على مستوى اجتماعي ممكن ناخدها كمان، وعلى مستوى سياسي. بس في إشي كان دائما بلفتني إنه كنت بسمع بقضية إنه كمان المسارات هذه في البدايات كانت أسست لقضية إنه وين مراكز اليهود، وين بدهم يقعدوا، وين بدهم، وين المستوطنات لازم تكون، هون بنفع نبني هون لا. يعني الإشي اللي بتجاوز كمان العسكرة، كان في كمان فرق تجوال مهندسين اللي كان لهم دور كبير في هذه. عندي فضول أسمع عن هذه النقطة كنقطة أخيرة خليل، بعرفش إذا بتساعدني فيها. يعني بالأساس بموضوع التجوال أنت ممكن تيجي تلاقي ناس مختصين في مجالات مختلفة، وبلا شك يعني اختيار مثلا المستوطنات، اختيار الخطوط الكهرباء، اختيار المصانع، المنشآت. يعني مثلا أكثر منطقة أنت ممكن تركتب يعني تجاوب على سؤالك هذا هو النقب. النقب لأنه هو يعني واحد أولا تقريبا 50-60% من مساحة فلسطين، مع أقل قدر من السكان الفلسطينيين الموجودين فيه على أكبر مساحة. هناك ممكن تشوف قديش في أولا معادن في النقب اللي من خلال التجوال الصهيوني تم معرفة هاي الأماكن وسرقتها أو محاصرتها وبناء عليها مصانع، بناء مناطق عسكرية، بناء منشآت. كذلك مثلا يعني مثلا في القدس كنموذج، الكرة اللي سقطت في 48 بعد معارك وصمود طويل اللي استلمها هم العصابات الصهيونية اللي قاتلت في هاي البلاد. يعني مثلا صوبة، قرية على اطراف القدس في طريق باب الواد، القرية واجهت قوات البلماح. بعد ما سقطت القرية في 48 بنوا مستوطنة عليها على أراضيها 100%، سموها كيبوتس بلماح صوبة، إنه مستوطنة بلماح صوبة اللي هو علشان كتيبة البلماح. بنفس الوقت أنت بتشوف كمان كيف إنه الإشي الوحيد اللي كمان عنا فيه ضعف وهم عندهم قوي من خلال التجوال وبعلاقته مع التجوال هو قوة الخارطة. إحنا ما بنقدر ننتج خرائط، وما بنقدر نيجي نحط مثلاً، أو ما في عنا أجسام بتنتج خرائط. يعني أوكي هسه مش شرط، يعني عارف إنه مش راح نقدر ننتج خريطة اللي هي بيجي تثبت أشياء على الواقع، لأنه هاي أشياء بتصير بس بعد انتصارات إلى آخره. بس مثلا انت منفع تشتغل في كل مجال الادفوكاسي او المعرفه، انك انت تنتج خرائط عن فلسطين مختلفه في مجالات ومواضيع مختلفه،
وتيجي تعمل تنتج معرفة عن هذا الموضوع للناس سواء هون أو برا من خلال خرائط. وهذا المجال فيه عنا ضعف كثير كبير فيه، مقابل أنه الحركة الصهيونية يعني قادرة تسيطر على هذا المجال بشكل قوي، وقادرة تنتج خرائط، وقادرة تغير الواقع وتلائمه لأجندتها ولبرامجها، اللي هي بالأساس دائماً رايحة باتجاه أنه أقل أراضي معنا أكثر أراضي معهم وأكثر معرفة وسيطرة وضبط للمشهد المكاني في فلسطين. طيب خليل، أنا بدي أخلص، إذا في إشي أنت بدك تضيفه جاوبت على مجموعة الأسئلة اللي عندي. أنا يعني هلأ بحكي بخلاصتي أنا، بس أنا إذا بترك لك المايك إذا أنت بدك تحكي إشي عشانك من طول كرم. بدي أقول بس شغلة واحدة، إنه ما تستنوش الربيع عشان تطلعوا تتجولوا، يعني للناس عموما يطلعوا يتجولوا اولا بكل وقت من فصول السنه، لانه يعني بلادنا مفروض نتجول فيها بكل وقت، مش بالوقت المريح والوقت الحلو فقط، لانه شوفوا كمان كيف الزمان والطقس بغير فيها وبأثر عليها. وتضلكوش قاعدين في البيوت، اطلعوا تجولوا، استكشفوا، اسالوا اسئله. واحده من الاشياء الجميله هي انه التجوال بخلي الواحد يسال اسئله ويفكر ويعرف أشياء عن حاله ويعرف أشياء عن ناس آخرين، وهي فرصة ومساحة إنه الناس تلتقي وتتخرف وتسأل أسئلة وتبني مشاريع سوا وتطور وتبادر، وهذا هو. وشكرا يا أحمد على هذه الفرصة، وإن شاء الله بنشوفكم في مسارات في البلد وبرا البلد ان شاء الله. شكرا خليل، انا يعني كنت بتفرج عليها بشكل متفرق، وكمان كنت واحد من الناس اللي مش ماخذ موقف، بطلع عليها انه يا رومانسي يا جاد، يا جاد يا رومانسي، يا مسموح التصوير يا مش مسموح التصوير. بس انا يعني كنت حابب اسمع اكثر على تجاربنا وبعدين اسمع على تجارب الصهاينة، وكمان اشوف يعني اني ادق فيك وفي غيرك من الناس اللي الرومانسيين في بيوتهم بس بالشارع بفلسطين لا ممنوع يعني وهيك. خليل شكرا جزيلا. بالعادة أنا بنهي بالسؤال اللي أنت بتعرفه، شو مع المقلوبة يا أخي؟ حلة مع أمي من توكرت. أعطيني الخلاصة. زهرة، جزر، بطاطا مع دجاج، مرات مع لحمة ومرات بدون جزر. لغمتك بالجواب. طب خليني أجرب أسأل السؤال هذا، لا لا يعني قعدتك بالشمال خلتك تعيد النظر بالمقلوبة هاي؟ مش عارف، الشمال في يعني أقل توجه نحو المقلوبة، في توجه نحو الكب النيلي ونحو وجبات أكثر فيها يعني بحر وسمك، بس الكب النيلي عم تحتل محل في قلبي ما بقدر. أنا هسا فهمت أنت ليش بدكش يتم حصرك بمكان. بالضبط، المعدة هي الأساس دائما. أيوه شكرا جزيلا خليل، يعطيك ألف عافية. شكرا أحمد، شكرا جزيلا لكم. بتمنى يعني بدعوكم ومنأكد مرة تانية المشاركة والتفاعل ومنشنة الناس وإرسال هاي الحلقة للناس اللي مهتمة أو ممكن تكون مهتمة، هذا شيء بساعد على استمرار البرنامج. شكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية.